يسعد صباحك نور. صباح الخير، كيفك لليوم؟ تمام، انت كيف؟ تمام الحمد لله. صباح الخير لكل حدا عم يتابعنا عبر شاشة الأخبارية السورية ببرنامج صباحنا غير، بداية يوم جديد وصباحنا بيتجدد معكم وبيحلى برفقتكم، وأكيد بنتمنى هاليوم والأيام الجاية تحملكم كل الخير والصحة والرزق وراحة البال للجميع. ومثل العادة محطاتنا عديدة ومنوعة، رح تكون طبية اجتماعية وثقافية، رح نتعرف عليها سوا يا نور. أكيد هايدي، بس نحن دائما قبل ما نبلش رحلتنا الصباحية نتمنى هالنهار يحملكم الخير والبركة وراحة البال والرزق الكتير يا رب، والانفراج لكل الناس. مثل ما بنعرف هي الأيام استثنائية ومختلفة عن الأيام صحيح. الباقية، لأنه بنعرف أنه الطلاب السوريين اليوم عم يقدموا امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية. أكيد نتمنى لهم التوفيق، والله لا يضيع لهم تعب، ونتمنى فعليا هيك الأهالي يلاقوا النتيجة الحقيقية بأولادهم، لأنه بنعرف قديش الأهالي اليوم بيتعذبوا مع أولادهم بالتدريسهم ضمن الوضع الاقتصادي الصعب، ويمكن المناهج الصعبة نوعا ما أو الضخمة التقليدية. أكيد، ويمكن نور نحن كمان عم نحتفل بذكرى تأسيس جامعة دمشق، الحدث قديش مهم اليوم عم يتوافق مع طلاب البكالوريات اللي أكيد أي حدا فيهم عنده حلم اليوم أنه يدخل الجامعة. أكيد إن شاء الله بيطمح أنه يدخل الجامعة فعليا ويحقق المستقبل اللي بده إياه. رحلتنا الصباحية بلشت، لكن كالعادة بنبتديها بعد الفاصل. أما هلأ نور لرزنامة التاريخ لنتعرف على أهم الأحداث اللي صارت بمثل هذا اليوم، خلونا نتابع. كل يوم تتولد أحداث جديدة بتتسجل برزنامة التاريخ وبتشكل ذاكرة بنسترجعها مع بداية كل صباح. واليوم ب 14 حزيران خلونا نتعرف على أبرز هاي الأحداث بمثل هذا اليوم. بمثل هذا اليوم من عام 1952 تدشين أول غواصة نووية، وفي عام 1962 تأسيس المنظمة الأوروبية لأبحاث الفضاء، وفي عام 1967 المركبة الفضائية ماينر تتجه نحو كوكب الزهرة بحثاً عن أوجه الحياة. بمثل هذا اليوم من عام 2018 افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا، وهاليوم شهد ولادة العديد من الشخصيات اللي كان لها بصمة مميزة بعام 1899. باسوناري كواباتا، روائي ياباني حاصل على جائزة نوبل بالأدب عام 1968. وأيضاً شهد هاليوم على وفاة عدد من الشخصيات، ففي عام 1986 خورخي لويس بورخيس، كاتب وشاعر أرجنتيني. هاي كانت أحداث اليوم، نهاركم سعيد. أما هلأ هايدي ننتقل لمادتنا التالية مع تقرير هل تعلمنا، نتعرف على معلومات ممكن عم نتعرف عليها لأول مرة وممكن تكون مرقت بحياتنا، خلونا نتابع. هل تعلم بأنك إذا كنت كثير نسيان للأمور الصغيرة فهذه علامة على أنك شخص قابل للتعلم بسرعة، وأحياناً قد تكون مؤشراً على العبقرية؟ وهل تعلم بأنه بمجرد سماعك لضحكة شخص تحبه سيصدر الدماغ أوامر لتعديل وتحسين مزاجك؟ وهل تعلم بأنه بحسب دراسة كندية فإن النساء اللواتي يملكن عينين بنيتين يعتبرن الأكثر إخلاصاً بالعلاقات؟ وهل تعلم بأنك تستطيع استكشاف نظرتك للحياة من خلال مراقبة نوع الموسيقى التي تميل إلى سماعها؟ وأخيراً هل تعلم بأن كل إنسان يمتلك رائحة فريدة من نوعها كبصمة الإصبع التي تميزه ما عدا التوائم فإنهم يملكون نفس الرائحة؟ ومحطتنا التالية من سينما الكندي بدمشق، وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال وضمن حملة أوقفوا عمالة الأطفال، قامت المؤسسة العامة للسينما مع فريق شمس التطوعي العرض الأول للفيلم الروائي القصير
أماني. أكيد هايدي، والعمل من تأليف وأخراج محمد سمير طحان وبطولة الفنان الراحل أسامة الروماني. خلونا نتابع التفاصيل مع زميلتنا تيماء مسعود، كانت متواجدة ورجعت لنا بالتقرير التالي. الفيلم يقدم قصة طفل يعاني من حرمان رعاية الأب. هو طفل يتيم يتولى رعايته زوج والدته، يحرم من التعليم، يزج به إلى العمل باكرا. الطفل موهوب، لديه خيال خصب، يحب الحالة الإبداعية بالقراءة بالتمثيل، لكنه لا يجد هذه الأحلام. رمزنا باسم أماني لمجموع الأمنيات وأيضا بنفس الوقت للأمان. نريد من خلال هذا الفيلم أن نضيء على هذه الشريحة ونوليها كل الاهتمام، الدعم والرعاية لمواهبها، أن نعالج قضاياها ومشاكلها حتى يكون لدينا مجتمع معافى وصحيح في المستقبل، وأن لا نفاجأ بمشاكل كبيرة تهدد أمن وسلامة هذا المجتمع، لنتخلص من آثار الحرب التي عانينا منها طيلة السنوات الماضية. أنا بوجه رسالي للأهالي، في أهالي فعلا هي عم تدفع ابنها لحتى يروح بين السيارات ياخذ مصاري ويشحد وكذا، فهدول الأهالي هن كمان مذنبين. يعني ما بصير أنا أبعت ابني ليروح يشحد، لو شو من كان بدي أسعى أنا كأب لهذا الولد أقدر لو شو من كان أمن له أقل متطلبات العيش. ولد اسمه كريم، طموح، بيحب مساعدة الناس، بيحب الخير. هو ولد يعني عم يستغله عمه جوز أمه وعم يقول له لا تجي على المدرسة، روح اشتغل معي. هي يعني شغل مو سيء، هو نم النفايات وبيعها. وأولى فقراتنا الصباحية لليوم رح نحكي عن أهمية البيئة المستقرة الأسرية الواعية يلي بتخلق بيئة نفسية ملائمة للنمو الجسدي والنفسي عند الطفل، ولأنه أي شيء نحن ممكن نزرعه عند أولادنا من الصغر أكيد رح ينعكس بشكل كبير على حياتهم، على شخصياتهم، على سلوكياتهم بالمستقبل. فأدل الأهل دور كبير ومسؤولية كبيرة تجاه أولادهم بتنشئتهم تنشئة صحيحة وتربيتهم يمكن نور بطريقة تخليهم أكثر تأقلم مع الظروف المحيطة فينا، إن كانت مشاكل، مواقف، كل هذا الشيء كرمال ما يتأثر الحالة النفسية عند الطفل. أكيد، ويمكن اليوم مع تطور العصر والتكنولوجيا هي المسؤولية زادت. أكيد. اليوم على الأهل، لأنه مش فقط الأهل اللي بيربوا الطفل، اليوم في عدة وسائل بتشارك، إن كان المدرسة، اليوم الإنترنت عم يفوت لجميع تفاصيل حياة الطفل. ومثل ما الأهالي بيرعوا الصحة الجسدية، بيهتموا بأكل الطفل لحتى يكون فعليا بجسم سليم، الصحة النفسية إلى دور كبير في تنشئ الطفل سليم. اليوم خصوصا نحن في سوريا، يمكن هايدي 10 سنوات من الحرب، يمكن الطفل اليوم أو جيل اليوم مر بظروف صعبة واستثنائية، فقدش فعليا في طرق مهمة ممكن نحكي عنها مع أخصائيين لنتعلم أهم الطرق الصحيحة للصحة النفسية للأطفال. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا لينات يوسف، اختصاصية تربوية. يسعد
صباحك واهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك. يسعد صباحك لينات، اهلا وسهلا فيكي. بدايه لينات، يعني نحن لما نقول صحه نفسيه ما فينا ما نذكر انه شيء كثير مهم انه الاهل يكون عندهم وعي وانتباه بهذا الموضوع، لانه بتلاحظي انه اغلبيه الاهل بيركزوا فقط على الصحه الجسديه لعند الطفل، بينما الصحه النفسيه ممكن تكون هي المرايه اللي بتعكس مكنونات الطفل، بتعكس مشاعره، كل شيء ممكن يحس فيه بالوسط المحيط. خلينا بداية نعطي تعريف عن الصحة النفسية عند الطفل. يسعد صباحكم أكيد. هلا نحن وقت نحكي عن الصحة النفسية بالبداية نقول إنه ما في عنا شيء مطلق، يعني أحياناً نحن بيكون عنا صحة نفسية بس بيكون نتمتع فيها بنسبة 60%، أحياناً نتمتع فيها بنسبة 80%، أحياناً بنسبة 20%. صحيح. هي بالبداية، لكن شو هو تعريف الصحة النفسية؟ هو قدرة الإنسان على الشعور بالسعادة، القدرة على خلق علاقات طيبة وصادقة مع الآخرين، القدرة على إنه يرجع لحياته الطبيعية بعد ما يتعرض لأي أزمة أو لأي صدمة أو لأي مشكلة بالحياة. طبعاً أنا هون ما عم أقول إنه هي الخلود تام من المرض، هي يعني إنه الإنسان يكون قادر على التكيف الذاتي والاجتماعي مع الآخرين ويحس بالحيوية بالاستقرار بالسعادة بالحياة ويحسس الآخرين فيها. بس كل النقاط اللي ذكرتيها أهمية الصحة النفسية وكيف الشخص ممكن يكون سليم ولديه صحة نفسية سليمة، عم نحكي عن الشخص البالغ إنه هو أساساً بيتكيف مع الظروف الحياتية، كيف ممكن فعلياً يتلقى الصدمات. خلينا نبلش من الأساس من الطفل، يعني فعلياً لا يوصل لهي المرحلة للصحة النفسية في عدة عوامل طبعاً. اليوم بتأثر على شخصيته من البداية للطفل، كيف فعلياً الأهل اليوم بيقدروا يأمنوا الصحة النفسية السليمة للطفل؟ يعني نحن بنعرف في كتير أهالي مثلاً بتهتم بالغذاء باللباس، الرعاية مش فقط تقديم الطعام واللباس وأنا حطه مثلاً بمدرسة كويسة، لا، أو روضة كويسة. اليوم في كتير عوامل بتأثر بتربية وشخصية الطفل، يمكن ذكرت بالمقدمة جيل اليوم، يعني الأطفالنا اليوم يمكن 10 سنوات من الحرب كمان خلقت لهم ظروف استثنائية خاصة، يعني ما عم نحكي نحن عن بيئة عادية منطقية، اليوم عم نحكي عن بيئة مختلفة نوعا ما. هلا نحن بما انه كنا عم نحكي انه نحن بنهتم كثير بالصحه الجسديه، ما بيكون عندي صحه جسديه اذا ما كان عندي صحه نفسيه، هي الشغله لازم يفهموها كل الاهالي ويعرفوا انه هي اساس للصحه الجسديه بالنهايه. في عندي انا بالبدايه بنقول نحن اهم شيء انه يكون عم يقدم لي الحمايه والرعايه، الحمايه قبل الطعام والشراب، هسه حمايه ورعايه بعدين بنفوت على الطعام والاكل والغذاء والتربيه السليمه واللبس الحلو من هالقصص. بس في عندي شيء اسمه التوازن بالتربيه، التوازن بالتربيه يعني بيكون عند الشريكين الرجل والمرأة متفقين على تربية هذا الطفل، يعني انه مو نحن ما بدنا نكون نيناتنا عم نتنافس مين بيرضي اكثر، مين بيرضي اسرع، مين بينفذ له اوامره اسرع، ولا بدي يكون انا عم بعمل اهمال اني انا اخر همي هو، اخر همي وصل له الشيء اللي بده اياه او لا، عندي عنف، عندي قسوه، عندي اسلوب كثير صعب بالتعامل. انا بدي اكون متوازنه، يعني وقت الغلط بقول له هذا غلط وبدنا نوقف عنه ونشرح ليش هذا غلط ونفسر ليش هذا غلط وشو ابعاده وليش ليش انا خايفه عليك من المجتمع، انت اذا بدك تضلك هيك هذا بياثر عليك، بيأثر عليك بحياتك، تفاصيل تفاصيل تفاصيل. وبدي أقول له ليش أنت بدك تختار الشيء المنيح، ليش أنت لازم تتصرف صح. يعني مو أنا كل شيء عندي إيه ماما أوكي، ولا كل شيء عندي إيه بدي لا، يعني لا أسلوب متساهل ولا أسلوب مهمل ولا أسلوب دلال زايد. يعني ممكن من المشاكل يلي بتظهر نتيجة الصحة النفسية عند الأطفال أنه نحن بنشوف بعض الأطفال عندهم اضطرابات عديدة، اضطراب ممكن بالتواصل بالتعلم بكثير من الأمور يلي فعلا ممكن تأثر على حياتهم وتعق كثير من الأمور بالحياة. خلينا نعطي أمثلة اليوم كيف ممكن نشرح أكثر الاضطرابات يلي ممكن تصيب الأطفال وبأي عمر ممكن. للأسف في عنا كثير اضطرابات واضطرابات شائعة، يعني هلأ موجودة عنا أكثر الشائعة كثير موجودة. بلش بالتدرج بالأشياء الأكثر بتكون موجودة بالسن المبكر، عندنا فرط النشاط ونقص الانتباه كثير بيكون موجود عند الأطفال، بلش عندنا من السنتين هيك للسنين الابتدائية. في عندنا اضطراب العاطفة المزاجية، يعني أنا في عندي ببلش عندي من سن 10 سنين تقريبا ل 12 سنة، بهدول السنتين بيخرب الدنيا الصبي والبنت، يوم بيحبني يوم بيكرهني، بصير عم يتعامل معي على أساس العاطفة على أساس المزاجية تبعه. عندي اضطرابات النوم، هي بتصير
اكثر شيء وقت اللي بيكون عندي طفل عم بيعاني من قلق، من خوف، من توتر، اضطرابات لاقرب عمرا، يعني نحن عم نحكي السنوات الاولى. السنوات الاولى تمام، عندي اول شيء مثل ما قلت لك فرط النشاط، عندي قلق النوم، اضطرابات النوم بتصير وقت اللي انت بتكوني يعني احيانا الام بتخوف ابنها او بتعامله باسلوب كثير قسوي، او الاب او بيكوني حاطتيه عند مقدم رعايه بيكون اذيه نفسيا، يعني مخوفه معيط عليه، نحن بنفكر انه هي كلمات بتمرق هيك، اي ماشي لازم نوقف عند تصرفات معينه، لازم نحن ننبه، لازم نحن نوبخ احيانا، بس احيانا اسلوب الطريقه للصريخ هذا كثير بياثر نفسيه الطفل. وبنلاحظ بلش عنده اضطرابات نوم، في عندي اضطرابات ثانيه، فيني اقول مثلا في عندي اضطرابات بالاكل، اضطرابات الحالة المزاجية بشكل عام، بلاقيه انه صار منزوي، صار عم يكرر حركات معينة، بلاقي عنده هو اضطرابات مثلا انه هو اذا انا هو مرتب غراضه بشكل او بطريقة معينة، اذا انا خالفت الترتيب او اذا انا شلت غرض من غرض بصير عندي ثورة بالبيت، انه انا بصير قدامي حدا كتير كتير منفعل وعم بيعاني من صريخ وعياط وانا ما بقدر اوقفه هون، يعني من خلال هذا الاضطراب او من خلال هاي التصرفات بكتشف انه في عنده مشكلة نفسية. طيب خلينا نحكي، يمكن ذكرت ببداية حديثك عن الصحة النفسية السليمة، البيئة المحيطة قديش بتأثر على الصحة النفسية، ومنها تأمين مثل ما قلنا الحماية، الأمان للطفل. في نحن للأسف بمجتمعاتنا شيء كتير يعني منتشر إنه تأديب الطفل قدام الناس أو المشاركة بتأديب الطفل، يعني ممكن مثلا الجد، الست، الخال، العمة، مع أنه بسنوات الأولى لازم تكوني أنت مصدر الأمان يعني للطفل كأب وأم. هاي النقطة كتير مهمة إذا بدنا نحكي عنها من خلال قديش بتأثر على نفسية الطفل، يعني مثلا إنه هيدا الطفل طفلي، يعني أنا ممكن علمه الصح والخطأ، بتشوفي لا في عدة عوامل اليوم أو حدا بيتدخل بهي التفاصيل أو ممكن يأدبوه قدام العيلة كمان قديش ممكن تأثر على نفسيته. تماما مثل ما ذكرتي حضرتك انه هنا بكثير اوقات نحن في عنا عم نعيش غالبا يعني بالاسره الممتده، الاسره الممتده دائما بيكون في علاقه للاب والام والجد والعم والخاله على عيني وراسي، بس في هلا بغض النظر عن ظروف الحرب هن بيفكروا لانه في عوائل عايشه مع بعضها، يعني اكثر من عوائل تماما، بيفكروا انه هذا حب، بيفكروا انه هذا دلال، اكيد ما حدا رح يحب الطفل قد اهله، بس نحن مثل ما ذكرتي انه هلا ظروف الحرب ما خلت تقريبا يعني نسبه ضئيله كثير عم بتعاني من صحه نفسيه تامه، يعني هلا الابوين هن بحاجه ارشاد وتوعيه قبل الاطفال. صحيح. لهيك نحن وقت اللي بدنا نعامل اطفالنا بطريقه صحيحه او نوصلهم لبر الامان، مو غلط نحن نتبع دورات، مو غلط نحن نعالج حالنا بالاول، لانه اكيد مو كلياتنا اصحاء نفسيين، وكمان بنفس الوقت تأديب طفل هي تعليم طفل اكثر من تاديبه، تماما يعني انا عم قدمه، ما انت بدك تعلمه بالاخير ليعرف شو هو الادب والاخلاق. تمام تمام يا لينات، يعني اليوم نحن ما بنقدر نحط المسؤولية كاملة على الأهالي، اليوم كمان للمدرسة في مسؤولية كتير كبيرة تجاه الموضوع، بتلاقي بعض الأطفال ممكن يتعرضوا لكتير من المشاكل بسببها، يتعرضوا للتنمر طبعاً. من رفقاتهم، من مدرسينهم، المدرسة بشكل عام. خلينا نوضحها هون شو دور المدرسة تجاه أهمية الصحة النفسية عند الأطفال، وإذا فينا نخصص الأخصائيين التربويين موجودين. طبعا هلا نحن في عنا شركاء دائما هن مسؤولين عن الصحة النفسية للطفل، بما أنه أنا ابني عايش بمجتمع إذا هذا المجتمع كله مسؤول عن هذا الطفل. يعني منبلش من البداية، أنا الأسرة هي مسؤولة، تمام، الأب والأم مقدم الرعاية، ممكن تكون مربية الأطفال، ممكن يكونوا حتى الأشخاص الموجودين عندي بالعائلة، إذا أنا عندي مستضيفة أشخاص آخرين بالأسرة هني كمان مسؤولين. انتهينا من هون رحنا على المدرسة، المدرسة أنا في عندي الموجهين التربويين، أنا القصة ما بتوقف عند المعلم، صح المعلم على عيني وراسي هو موجه الصف وقائد الصف وهو عم يدير حركة الصف وعم يعطيني التربية والتدريب للطفل، لكن بكتير أوقات بتكون المدير أو الأخصائيين الموجودين بالمدرسة كمان هني لهم دور، لهيك هني لازم يتبعوا هاي الدورات. وكتير أوقات وقت اللي نحن منحاول أو منلاقي حالنا نحن ضعيفين بالقدرة على التماشي مع الطفل أو لحتى نوصله لبر الأمان بالصحة النفسية السليمة، مو غلط إنه نستعين بالأخصائيين لأنه أكيد عندهم القدرات الأكبر. طيب الطفل اللي بيعاني من مثلا ضعف شخصية، ما بيقدر يدافع عن حاله بسنواته الأولى، هيدا اضطراب شو بيكون سببه؟ يعني هلأ بتشوفي أغلب الأطفال مثلا تلاقيهم خجولين أو يمكن بالبيت مختلفين تماما عن خارج البيت بطريقة التعامل، ما بيقدروا يدافعوا عن حالهم أو ما بيقدروا فعليا يعبروا بشكل صحيح، هذا بيكون منشأ اضطرابي من البداية مع الطفل. تمام، هلا هون بيكون يا اما هو كثير الطفل بهي الحاله متعود انه الام هي اللي تدافع عنه، الام هي اللي تبادر، هي ما بتكون معودته انه انت خذ زمام المبادره باي موضوع ان كان، ما بتقدر انت ترد، مو قصدي قله ادب لا، بس انه حدا سالك سؤال انا بدي جاوب، قد ايه عمره ابنك؟
ولد عمره 5 سنين، لا خليه هو يجرب يجاوب، خليه هو يجرب يتفاعل. هون بتكون الاهل فعلا مثل ما ذكرتي انه هن بيكونوا المصدر، واحيانا بيكون التوبيخ الزايد انه كل ما حكى كلمه خلص سكوت ما بدي اسمع صوتك ولا نفس، بحس انه هو بقله يعني قله الثقه بنفسه، ما عاد يسترجي يقول الكلمه لانه بفكر دائما انا غلط دائما انا غلط. وهي الشغله كثير عم بيعانوا منها هلا، يا حرام بالمدارس بتلاقي الطفل حافظ وكل شيء دارس دروسه وعامل، بتساليه ما عاد يعرف يجاوب لانه هو اصلا بالبيت متعود انه كل شيء بيقوله غلط. تمام. طيب خلينا نحكي بشكل موسع اكثر عن مرحله المراهقه، تعتبر مرحله كثير حساسه تجاه هذا الموضوع. الطفل يمكن بهي المرحله بيتعرض لكثير من المشاعر، كثير من التغيرات اللي ممكن فعلا تاثر على حالته النفسيه. بنلاقي ممكن بعض الاطفال بيقدروا يعبروا عن مشاعرهم، عن الشيء اللي زعجهم، عن الشيء اللي تعرضوا له، لكن بنفس الوقت في اشخاص انطوائيين ممكن يتعايشوا مع الزعل او الحاله النفسيه لحالهم. قد ايه مهم اليوم نحن نتقرب من هدول الأطفال خصوصا بهي المرحلة العمرية؟ تمام. هلا كثير ضروري نتقرب منهم، بس نحن هم نحاول نلاحظ الفروقات الفرديه بتكون موجوده عند الاشخاص. رب العالمين عاطيني انا ذكاء من نوع معين والثاني عاطيه ذكاء من نوع معين، ممكن يكون في عندي ابني عنده الذكاء العاطفي قادر انه يفرغ المشاعر، قادر انه يتجاوز المشاعر، قادر انه يتجاوز المشكله، قادر انه يطلع من حاله لحاله، هذا نحن بنقول له ذكاء عاطفي. بينما اذا ما كان عندي انا هذا الشيء ليش ما بدربه عليه؟ شيء كثير حلو انه ايه ماشي ماما، بنتعرض احيانا لفشل، بنتعرض لزعل، بنتعرض لاخفاق، مو ما انتهت الدنيا. حتى الرسوب هلا نحن اذا انتبهتي قديش بصير في عنا حالات بهالفتره. طبعا نحن بنحكي عن الصف التاسع والبكالوريا، هن يعتبروا مراهقين بانهم تحت 18، فنحن بنقول انه قديش هلا في شبابنا وصبايا تبعنا عم بيعانوا من قلق وخوف ورهاب من الامتحان، الرهاب تبع الامتحان، حتى الكلمات الصغيره صايره بتضايقهم، تنمر انه هلا بتقولي لي ايه هذا اسلوب جديد ومنين طلعتوا لنا فيه ومن زمان، لا لا ما هو من زمان، من زمان العالم عم بتعاني ومن زمان في عالم عم تتضايق ومن زمان في عالم عم بتعبر بطريقه انه بتنطوي بتنزوي ما بقى تعرف تحكي بتخاف في. هلا وصلت للانتحار يعني هلا لانه صارت انه عم توصل لمراحل كثير كبيره لحتى نحن اتطرقنا لها. لكن هي موجودة، حلو نحن نعرف شو مشكلة ابننا، وإذا ما كان عنده هذا النوع من الذكاء، حتى إذا أنا ما كان عندي إياه، أني أتقبل الخسارة، أتقبل الضعف، أتقبل الانكسار مرات لحتى أتعلم، لحتى هو يتعلم. طيب بالختام هيك لو نصائح سريعة بالسنوات الأولى للطفل، أنا ايمت فيني فعليا أي بعد الأربع سنوات خوض معه بهي التفاصيل والحوار فعليا لعلمه كل المفاهيم المحيطة الصحيحة ليكون فعليا هو سليم نفسيا؟ لكون صادقة معك فيك تبلشي من 3 سنين حتى، لأنه هو قدامك مراقب مثل ما نحن حكينا وذكرنا قبل، أنه هو قدامك عم يراقبك عم يقلدك عم يتصرف مثلك. حتى إذا نحن مثلا قدام الطفل مرة زلل وتعرضنا لنوع من انواع خلينا نقول الكذب، بصير هو بده يكذب بيعتبر انه هذا الشيء كثير حلو. بينما انت اول مره حكيتي وناقشتيه بيكون عم تناقشيه بلعبته، ممكن بورقه بالرسمه بالقلم باللون اللي بده يلبسه بالبنطلون بالشوز اللي بده يلبسه، انه ليش بدك هذا، ليش مو هذا، ليش بدنا نعمل هيك، ليش حابب تروح لعند تيتا، ليش بتحب جده اكثر. من هون بتبلشي معه انت انه ياخذ ويعطي، ما يخاف منك، ما يخاف انه يحكي لك، ما يخاف انه يشرح، ما يخاف انه يتعلم حتى. يعني بالختام لينات حاولتي تركزي لنا على نقاط المهمه حول هذا الموضوع، انه التربيه الصحيحه هي يلي بتحدد اذا نحن متوازنه طفل سوي صحي نفسيا او ممكن يكون عنده مشاكل وضغوطات نفسيه. بدنا نشكرك كثير، نشكر وجودك معنا. شكرا لكم. اكيد نتمنى الصحه والسلامه النفسيه لكل الناس وخصوصا اطفالنا. نشكرك بالختام، شكرا كثير لك. خلينا نتسائل هلا هايدي لفقرتنا التالية، وبما أننا كنا نحن يعني نحكي عن البيئة الصحية السليمة للطفل، حكينا عن طلابنا السوريين الشهادة الإعدادية والثانوية اللي بنتمنى لهم التوفيق والله لا يضيع لهم تعب أبدا. أكيد. بس بنعرف قديش الصحة العقلية اليوم مهمة للاعتناء فيها. كثير يمكن من الطلاب نوعيا برنامجهم اليومي بيختلف، بياخذوا منشطات يمكن طبيه او باستشاره الطبيب، بتلاقي من سبب الخوف انه هن بدهم حاله تركيز عاليه. أكيد. بدهم عقلهم مثل ما بيقولوا شغال على مدار ال 24 ساعه، بس هي المنشطات بتاثر، لازم فعليا يكون في استشاره من الطبيب. احيانا الطلاب بيسمعوا من رفقاتهم انه والله انا باخذ هيدا المنشط ممكن مشروب معين ياثر على حالتي العقليه، وممكن يكون التركيز هون اقوى بفترات معينه. اكيد يعني كلنا بنعرف انه فتره الامتحانات هي من اهم الفترات يلي بمر فيها الطالب خلال مرحلته الدراسيه او الجامعيه، فعلا
برافقة مثل ما ذكرتي كثير من القلق من التوتر والضغط النفسي، ولاحظنا وشفنا انه بعض الطلاب صاروا يلجأوا للحل الاكثر شيوعا يلي هو المنشطات، المنبهات او المكملات الغذائية، يعني كل هاي الامور لزيادة تركيزهم واستيعابهم اثناء الدراسة بعيدا عن الخمول والارهاق الجسدي والنفسي يلي ممكن يصيبهم. لنحكي اكثر عن هذا الموضوع، هل هي المنشطات فعلا قادرة انه تؤدي دورها الصحيح ام رح يكون في لها اثار جانبية تنعكس سلبا على صحة الطالب فيما بعد؟ تفاصيل اكثر منتعرف عليها سوا مع ضيفتنا يلي صارت ضمن الاستوديو، الدكتورة هالة شاهين، صيدلانية ومدرسة في جامعة دمشق. يسعد صباحك دكتورة. صباح الخير، يسعد صباحكم وصباح كل المشاهدين. اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. بالبداية قبل ما نحكي عن تأثير المنشطات ان كانت دوائية او طبيعية، خلينا نعرف شو هي المنشطات لكل الناس، لانه فعليا بنعرف في ناس بتاخذ هي المنشطات بدون استشارة وما بتعرف قديش لها آثار فعليا ان كان سلبية او ايجابية. تمام. المنشطات بالتعريف العام هي كل مادة او كل مركب او كل غذاء قادر ان يحفز الجسم على أداء وظائفه بالشكل الأمثل بشكل عام. طبعا تحت هذا التعريف بيجي كتير من المركبات وكتير من المواد اللي بتشتغل بآليات مختلفة. بداية في عنا المنشطات العامة اللي هي بتشتغل على كامل خلايا الجسم، بتخليها كلياتها تعمل أداء بالطريقة الأمثل، فقط بتنشيطها، تنشيط استقلابها، أداء وظائفها بشكل كويس. وفي عنا المنشطات النوعية اللي هي بتركز على أجزاء معينة يعني أو أعضاء معينة بالجسم، مثل منشطات الجنسية ومنشطات الذهنية اللي بنسميها منشطات الذاكرة أو المنشطات اللي بتناولوها الطلاب اللي هي بتأثر على الدماغ. طبعا كل حدا فيهم يعمل بطريقة مختلفة عن الآخر. المنشطات العامة بيجي تحت هذا العنوان المكملات الغذائية مثل ما تفضلتي قبل شوي، الفيتامينات، بعض أنواع المنبهات البسيطة مثل الكافيين اللي موجود ضمن القهوة والشاي، هدول فينا نضمهم نحن تحت بند المنشطات العامة يلي هن بيشتغلوا على تحفيز كل خلايا الجسم لتشتغل بطريقة مزبوطة. في حين أنه المنشطات الذهنية تأثيرها بيكون على الجهاز العصبي المركزي، ومن هون بتجي خطورة استخدامها إذا لم تكن الحاجة تستدعي لهذا الاستخدام. تمام. يعني من خلال حديثك دكتورة عم نشوف أنه في أكثر من نوع للمنشطات، حابين نركز على المنشطات الطبيعية يلي المفروض نحن هلأ طلابنا شهادة ثانوية يركزوا عليها بهذه الفترة. بداية المفروض أنه يبعدوا عن المنشطات الدوائية، لأنه هناك منشطات دوائية هي أدوية نظامية موجودة بالأسواق، لكن هي تصرف لحالات مرضية مشخصة من قبل طبيب، اللي هي حالات ضعف الإدراك، قلة التركيز عند الأطفال اللي عندهم فرط نشاط مثلا. هدول أدوية تصرف بموجب وصفة طبية وبناء على تشخيص محدد من الطبيب، يعني ما بيصير الإنسان العادي ياخدها. فبالتالي الطلاب المفروض يبعدوا عن هاي الأنواع من المنشطات، لأنه هي في إلى برجع بقول تأثير على الجهاز العصبي المركزي ويمكن أن تؤدي إلى الاعتياد والإدمان. بننصح الطلاب دائما يضلوا على المنشطات الطبيعية مثل ما تفضلتي، الفيتامينات بشكل أساسي على رأسه B12 يلي هو كتير مهم لحتى يكافح الإجهاد التأكسدي اللي موجود ضمن الخلايا، أيضا فيتامين C اللي هو كمان له تأثير مضاد للأكسدة، بيعمل نوع من النشاط، بيخلي الخلايا تشتغل بشكل كتير طبيعي. هناك بعض العقاقير النباتية الطبيعية مثل نبتة الجينكو بيلوبا يلي هي كتير مهمة لزيادة التروية بالدماغ، ونحن بس قلنا زيادة التروية بالدماغ يعني أكسجين عم بيوصل بشكل كتير كافي للدماغ للخلايا الدماغية، فصارت الخلايا الدماغية عم تشتغل بطريقتها الأمثل. الكافيين، الشوكولا، لأنه هي محتوية على القليل من الكافيين، وهي أصلاً الشوكولا هي في عندها تأثير مضاد للاكتئاب، فبتساعدهم لحتى يركزوا على دراستهم، يركزوا على يقدروا يستوعبوا بطريقة أفضل. تناول أكيد كل شيء فواكه طبيعية وخضار طبيعية كتير مهم، لأنه يحتوي على المصادر الأساسية هن عم بياخدوا ساعتها أكيد. كل هاي المواد عم بياخدوها بطريقة فريش طازجة، بيستفيد منهم، بيستفيد جسمهم منها بالطريقة الأمثل. غير هيك نحن ما مننصح بأنه ياخدوا أي أدوية تانية أو أي منشطات، وأكيد يعتنوا بنظام يومهم، لأنه النظام اليومي بيلعب دور بإحساسهم بالنشاط أكيد. يحافظوا على ساعات النوم، لأنه بس الجسم أخذ حاجته من النوم اكيد رح يكون نشيط باليوم التالي ويقدر يدرس ويستوعب. لهيك ذكرنا بالبدايه انه في ناس فعليا بتغير نشاطها، يعني برنامجها غلط اليومي، وهذا
غلط. خلينا نحكي عن المنشطات الصناعية أو الدوائية. تمام. يعني قلتي ببداية حديثك أهم شيء استشارة الطبيب. أكيد. بس نحن بنعرف قديش يمكن هاي الفترة بتكون فعلياً حالة من التوتر والقلق والضغوطات النفسية على الطلاب، خصوصاً بتلاقي فعلياً الطالب عم يفكر وأهلهم، لأنه أحيانا تحسي الأهل عم يقدموا الشهادة عن أولادهم من كتر ما هن خايفين على مستقبلهم. بس في بعض الطلاب، ونحن يمكن مرينا بهي المرحلة، في طالب مثلاً ممكن رفيقه يقول له أنا باخذ هذا الدواء ما بنام لأنه أنا عندي مادة بدرس للصبح، بتلاقيني مركز وكذا. تمام. بدون استشارة الطبيب، وهي حالات بنشوفها للأسف. خلينا نحكي عن الآثار السلبية لهي الأدوية الصناعية اليوم اللي عم نحكي عنها، اللي إلها فعليا بالمستقبل آثار كتير كبيرة. تمام. هي نقطة كتير مهمة لازم ننوه عليها، لأنه طلابنا أساسا يعني هن المراهقين، ما كتير فعليا فيكي تضبطيهم بشكل صحيح، وللأسف بيلجأوا لياخدوا هاي الأنواع من المنشطات بدون استشارة الطبيب. صحيح. بياخدوها بيفرحوا بالمفعول اللي بتعمله ببداية الاستخدام. لأنه المنشطات ببداية استخدامها بتعطيهم شعور بالراحة، شعور باليقظة، خلينا نقول مثل ما تفضلتي ما بيعودوا بيناموا أبدا، بيشعر حاله أنه هو زاد تركيزه، يفقد الإحساس بالتعب، علما أنه هو جسمه عم يتعب من قلة النوم، من السهر المتواصل، من الدراسة المتواصلة. لكن هاي الأنواع من الأدوية تفقد الإحساس بالتعب، فبالتالي جسمه عم بيتعب بدون ما هو يحس، فممكن يوصل الجسم لمرحلة ينهار بدون ما يدرى الطالب، وقد يكون هذا الانهيار لسوء حظه أثناء فترة الامتحان أو هو داخل على الامتحان، وهون بنقع بالمشكلة الكبرى. زائد أنه هي الأنواع من الأدوية كونها تؤثر على الجهاز العصبي المركزي فإلى مفعول إدماني، وتتطلب جرعات متزايدة. حتى لو أخذها بفترة وجيزة، حتى لو أخذها يعني حتى لو نحن عم نحكي عن فترة وجيزة ما يقارب 20 يوم، ممكن مو 20 يوم، أنت بدك تحكي الطلاب خاصة طلاب الشهادات، شهر شهر ونص هن قاعدين بالبيت وبينصحوا بعض وبيعطوا بعض وبياخذوا من هي الأنواع من الأدوية بدون استشارة طبية. في ناس بتاخذها خلال فترة الامتحان مشان ما تنام، مشان تحفظ بسرعة، في منهم حتى من بداية فترة الانقطاع ببلشوا بياخذوها، هون صارت عنده الفترة كافية ليدخل بحالة الإدمان، وبيبلش بحس إنه هو الحبة اللي كان عم ياخذها ما عادت كافية، بصير بياخذ حبتين. صحيح. والحبتين ممكن يصيروا أربعة. هذا كلياته فرض تنبيه عم بيكون على الجهاز العصبي المركزي. برجع بقول ممكن ينهار الجهاز العصبي المركزي بأي لحظة، زائد أنه بيدخل بحالة الإدمان، لأنه دائما حالة الإدمان تترافق بالطلب المتزايد من الحاجة. نحن حتى أبسط الأمور، السيجارة أو القهوة، بيشعر المدمن عليها بعد فترة أنه هو مثلا سيجارة ببلش بيصيروا تنتين، بيصيروا أربعة، بيصيروا عشرة. نفس الشيء هدول الأنواع من الأدوية مثلهم مثل المخدرات، ما بيعود بترضي الشعور الكمية أو الشعور اللي بتعطيه الكمية البدئية، بيبلش بيزيد الجرعة من عنده، وهو مفكر أنه عم بيعمل شغلة منيحة، لكن للأسف ضرر كبير للجسم. لذلك نصيحة لكل الطلاب اللي عم بيسمعونا، رجاء أن ابتعدوا عن المنشطات الدوائية ولا تستخدموها إلا بعد استشارة الطبيب. في حالات تستدعي، في طلاب هن عندهم بعد تشخيص الطبيب صحيح. يكتشف الطبيب أنه هن عندهم قلة في التركيز، صعوبة في الإدراك، صعوبة في الحفظ، هون إذا في استشارة الطبيب أوكي على عيني، لكن لا تأخذوا المنشطات الدوائية دون استشارة الطبيب، لأنه آثارها الضارة كتير خطيرة. أكيد. ودكتورة، يمكن بيصيروا بيربطوا موضوع النجاح بإدمانهم على هي المنبهات أو المنشطات. طيب خلينا نروح نحكي عن المنشطات الذهنية، كيف ممكن نحن ناخذها اليوم بطريقة أكثر أمان؟ المنشطات الذهنية الدوائية خلينا بعاد عنها. بالنسبة للمنشطات الذهنية الطبيعية، الكافيين يدخل ضمن المنشطات الذهنية الطبيعية. فنحن ممكن فنجان قهوة، كاسة شاي مثلا، كتير تساعدنا لحتى ننبه دماغنا، طبعا دون الإفراط بالكمية، لأنه ندخل بقصة ارتفاع الضغط وإلى آخره. الشاي الأخضر موجود بقلبه مادة اسمها تيانين، كتير مهمة لتحفيز الدماغ على أداء عمله بشكل كتير كويس. برجع بقول الجينكو بيلوبا، نبتة جينكو بيلوبا، وهي موجودة بالصيدليات. صحيح. بشكل حبوب ممكن يجيبوها ويأخذوها، أو ممكن حتى بشكل بودرة يحلوها بالماء ويأخذوها، أيضا ممكن يأخذوها وهي آمنة، لأنه هي عقار نباتي تماما، ما في عليه أي مشكلة. بذور الشيا بنسمع كمان، بذور الشيا في لها فوائد، بذور الشيا كويسة. الجينسينج من المواد اللي كتير مهمة لتحسين أداء الدماغ، لتحسين الإدراك وتحسين المعرفة خلينا نقول، أو القدرة على الحفظ. الفيتامينات بشكل عام كلها، خاصة فيتامين بي، برجع بأكد على فيتامين بي، فيتامين سي كتير مهم، حتى فيتامين دي ثبت أنه في له علاقة بموضوع الدراسة، لأنه فيتامين دي مثل ما عم نشوف بالسنوات الأخيرة له علاقة بعمل كافة
لمصلحه اجهزه الجسم. صحيح. فبالتالي اكيد نحن منطقه عندنا عوز تمام. فيتامين صحيح. تماما. فبالتالي نحن تناول المالتي فيتامينز اللي هي محتويه على كل الفيتامينات اللي بيلزمها جسمنا بتفيد الطالب بهي المرحلة، زائد الاعتناء بالغذاء. الغذاء كتير مهم يا جماعة، برجع بقول الفواكه، السلطات، يعتني بالسلطات، يعتني بالعصائر الفريش، لأنه هيدي كلياتها بتعطيها المصادر من الفيتامينات بشكل يعني بجرعة كتير منيحة. والاعتناء بنظامنا اليومي، ممارسة نوع من أنواع الرياضة، ينزل يمشي يوميا ربع ساعة نص ساعة كمان، هذا كتير مهم. هذا فينا نعتبره منشط ذهني طبيعي. ممارسة الرياضة هي منشط ذهني طبيعي، لأنه بيرجع الدورة الدموية بتتحرك. بس تحركت الدورة الدموية، إذا وصل الأكسجين لكل خلايا الجسم وعلى رأسهم خلايا الدماغ أكيد، وبتقدر تعطي أداء بشكل أفضل. طيب المغالاة أو المبالغة في أخذ الفيتامينات ممكن تأثر ولا لا؟ لأنه نحن واصلين بمرحلة من الزمن تلاقي حتى الفيتامينات تأخذ دون استشارة، يعني عم نحكي عن تمام. فيتامين ب، فيتامين د، عم نحكي عن أوميجا 3 اللي لها آثار فعليا جميلة على الصحة، فينا نقول العصبية والذهنية، بس المغالاة ممكن يكون له أثر. نحن إذا بتذكروا حكينا مرة كنت معكم بلقاء أنه أكيد نحن فرط الفيتامينات مثل ناقصة. صحيح. فنحن ما المفروض ناخذها بشكل دائم، لكن نحن عم نحكي عن فترة حرجة، هي فترة الامتحانات مدتها شهر تقريبا أو شهر ونص. هدول معلش إذا أخذنا خلال هالشهر أو شهر ونص أخذنا المالتي فيتامينز لحتى نأمن لجسمنا كل حاجته ليعمل أداؤه بشكل كويس، بس خلصنا امتحان فينا نوقف هدول الفيتامينات ونبلش ناخذهم مره بالاسبوع او مرتين، او ممكن نعمل تحاليل لنشوف اذا نحن فعلا ناقصنا او لا. اذا ناقصنا اخذناهم، اذا مو ناقصنا نحن بنوقفهم. لكن خلال هالفتره كونه الاجهاد بالدراسه يستهلك. صحيح. خاصه في بجوز مجموعه من الطلاب يمكن بيدخنوا التدخين، يستهلك قسم كبير من الفيتامينات بجسمنا. فبالتالي خلال فترة الامتحان معلش لو أخذنا نحن overdose، جرعة زائدة، خلينا معلش ناخدها لحتى جسمنا يكون مرتاح، مو ناقصه أي شيء ليقدر يعطي أفضل ما عنده. وبس خلصنا امتحان أكيد مفروض نوقفهم، أو برجع بقول نستشير طبيب، نعمل تحاليل إلى آخره، وإذا لقينا في داعي نكملهم منكملهم أو منوقفهم. تمام. دكتورة خلينا نوضح أكثر ونعطي أمثلة. يعني بيوم الامتحان كثير من الناس أو كثير من الأهالي بيقولوا لك إنه لا، خلي طالب يروح معدته فاضية على الامتحان. أبداً. نفس الوقت بتلاقي البعض الثاني بيقولوا لك إنه لا، لازم ياكل شيء كرمال مخه يشتغل ويعرف يكتب. خلينا نوضح أي طريقة أفضل. هلا أول شيء ليلة الامتحان نصيحة، الأحسن ما يسهروا، لأنه النوم الكافي كتير مهم لحتى دماغه أثناء الامتحان يعطي المعلومات اللي موجودة. تاني شغلة موضوع الأكل، هلأ في طلاب هي بترفض تأكل لأنه من كتر التوتر والتعصيب بيكون ما نو قادر يمكن أكيد. يأكل. بس نحن دائما بننصحهم أنه كاسة شاي سكر زيادة مع بسكوتة هي كافية لحتى شوي تعطيه الانرجي اللازمة لحتى جسمه يشتغل ما يتعب. أو ممكن فنجان قهوة إذا هو مو من أنصار الشاي، هو من أنصار القهوة، فنجان قهوة كمان سكر زيادة، لأنه السكر كتير مهم لا يعطي كالوريز، يعطي الطاقة لخلايا جسم كافة وعلى رأسه أكيد خلايا دماغ. فيحطوا بمعدتهم كاسة شاي أو فنجان قهوة مع بسكوتة، أو ممكن مع كعكة، أو ممكن مع شقفة خبزة صغيرة، بس أكيد أبداً ما يروحوا على الامتحان ومعدتهم فاضية، لأنه ممكن هذا ينعكس عليهم سلباً، يصير فيه اللي نحن نسميه قلص ضمن المعدة، هذا يعمل له آلام ضمن الامتحان نتيجة التعصيب، بينما ما بيكون أخذ أي شيء ضمن معدته هي الآلام بتلاقي شيء تشتغل أكيد. عليه، فما بتعود وهيت معوجات، يعني ما بتعود بتقالمه بالطريقه اللي نحن بنخاف منها. والفيتامينات يعني انه اذا اخذ فيتامينات اكيد فيتامينات صباحا، بس اكيد الفيتامينات ما بياخذ، ما بيقدر ياخذها على الريق. لذلك بنقول لهم انه ياخذوا شاي او قهوه مع قطعه بسكوت، وياخذوا بعد منها حبه الفيتامين. اذا الام كمان بتعمل لهم مثلا كاسه عصير فريش، بردقان فريش الصبح قبل ما يروحوا، هذا كثير جرعه متكامله من الفيتامينات الفريش بتنشطهم وبيروحوا على الفحص وهن مرتاحين، واكيد يكونوا نايمين نوم كافي. تمام. يعني خلينا نحكي شوي عن الوزن، قد ايه اليوم مهم نحن ننتبه للوزن عند الطالب. بتلاقي بعض الطلاب بينحفوا كثير خلال ايام الامتحانات، ممكن يصير عندهم نقص ببعض الفيتامينات والمعادن، بنفس الوقت بنشوف طلاب بيصير عندهم سمنه، هي السمنه ممكن فعلا تاثر كثير على المخ. خلينا نوضح هون قد ايه مهم نحن ننتبه للطالب، ما نتركه على راحته. نحن في مفهوم خاطئ احيانا بيفتكروا العالم انه اذا في زياده بالوزن في بدانه
معناتها الجسم عنده ما يلزمه. علما انه نحن كثير احيانا بنشوف ناس بدينين عندهم وزن زائد لكن جسمهم يفتقر للعديد من العناصر من الفيتامينات من المعادن، بيكون ناقصهم كثير اشياء. البداني لا علاقه لها بانه الجسم عنده ما يكفيه او عنده ما يلزمه. تمام. لذلك نحن برجع بقول اثناء فتره الامتحان سواء نحف الطالب او زاد وزنه خلينا نعتني بجرعات الفيتامينات اللي هو عم ياخدها إلى أن ينتهي من فترة الامتحان. وحتى المالتي فيتامينز اللي موجود ضمن المعادن هن أفضل. في ناس بيكون في عندهم فقر دم بعوز الحديد وهي منشوفها عند الصبايا كتير. صحيح. عوز الحديد، فقر دم بعوز الحديد يعني ما عاد عندي الدم، مكونات الدم ما عادت سليمة 100%، فبالتالي عملية إيصال الأكسجين للجسم ما عادت سليمة 100%، وهذا بيأثر على أداء خلايا الدماغ. فنحن خلينا نعتني بإعطائهم المالتي فيتامينز اللي في معها معادن خلال فترة الامتحان، وبعد الامتحان برجع بقول بنعمل لهم فحوصات بنشوف إذا لازم يكملوا فيها أو لا، جسمهم هو مكتفي بما لديه هون بعد الامتحان منقرر. بس أثناء الامتحان خلينا على هذا السيستم الهجومي خلينا نقول لحتى يقدر جسمهم يمارس أو يعمل فترة الامتحان بطريقة سليمة. فعلياً بنتمنى لهم التوفيق لكل الطلاب فعلياً ولأهاليهم، لأنه بنعرف هي المرحلة قديش فعلياً صعبة وقاسية، ورهاب الامتحان بتلاقي موجود عند فعلياً عند الأطفال من البداية. بس قبل ما نختم معك بنصائح أخيرة دكتورة، خلينا نحكي عن الشعار اللي موجود اليوم على الشعار الثاني اللي موجود، هو شعار مئوية جامعة دمشق، لأنه نحن عم نحتفل الآن ب الذكرى المئوية الأولى لتأسيس جامعة دمشق، جامعتنا العريقة، وأنا أفتخر بأني خريجة جامعة دمشق وأعمل في جامعة دمشق، وبدي أستغل الفرصة أني على شاشتكم لحتى عايد كل العاملين في جامعة دمشق وكل من عمل فيها على مدار السنوات وكل من يسعى لرفع اسمها عالياً لترجع إلى مصاف الجامعات الكبرى. أكيد كانت أساساً هي بصف الجامعات الكبرى، لكن أساساً استهداف سوريا لعشر سنوات. الأزمة اللي مرينا فيها مانا سهلة. اليوم في عودة قوية إن شاء الله لجامعة دمشق، وقريباً ستعود إلى أمجادها. أكيد تحية لكل العاملين في جامعة دمشق، تحية لكل الدكاترة والطلاب والكل العاملين فيها من أكبر شخص لأصغر شخص، لأنه بنعرف نحن ولكل من تعاقب الحقيقة يعني خلال السنوات من خلال تأسيسها السنوات تماما إلى اليوم، لأننا نعرف الظروف اللي مرينا فيها. صحيح. علمية عريقة سورية تعاقبت على جامعة دمشق، هي أهم الشخصيات أساسا كانت خريجة جامعة دمشق. تمام. فأكيد نحن بنعتز وبنفتخر بجامعتنا، بدنا نقول لها كل عام وهي بألف خير، إن شاء الله بنحتفل باليوبيل الألف كمان الماسي. يا رب. وبدنا نشكرك بالختام دكتورة، نصائح أخيرة خلينا نحكيها لكل الأهالي اللي عم يتابعونا فعليا وللطلاب خصوصا بما يتعلق المنشطات، لأنه فعلياً قد ما بنحكي نصائح أحياناً في هيك تكون زغلة بسيطة من بعض الطلاب. النصيحة الأهم الحقيقة للأهل قبل الطلاب أنه لا كتير توتروا الطالب، طالما عم يعمل اللي عليه اتركوه، لا كتير نحسسه بجو التوتر لحتى يقدر يعمل الامتحان بشكل كويس. نصيحة للطلاب رجاءً لا تتداولوا المنشطات الدوائية بين بعضكم، المنشطات الدوائية لا تؤخذ إلا باستشارة الطبيب، اعتنوا بنظامكم اليومي، اعتنوا بساعات نومكم لأنه هي كتير أساسية لحتى يشتغل دماغكم بشكل صحيح، مارسوا رياضة ولو نص ساعة يومياً لأنه كمان مهمة لتشتغل دورتكم الدموية بشكل كويس، اعتنوا بالغذاء بالفيتامينات، وان شاء الله موفقين يا رب جميعا. ان شاء الله يا رب، يعني فعلا نتمنى يكون في وعي اكثر من قبل الاهالي والطلاب. الموضوع بحاجه لسلسله متكامله، ان كان نظام غذائي ان كان ساعات نوم، وكثير من الامور يلي فعلا ممكن تساعد. شكرا كثير لك دكتوره. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. دائما سعيدين بوجودك في معلومات مفيده يصل من خلالك. شكرا كثير لك. شكرا لكم. اما هلا هيدي ننتقل لمحافظه اللاذقيه ولجمعيه ايادينا اللي اقامت بازار خيري عود ريع لمرضى الاطفال ومشاريع تمكين المراه للعمل والتعليم. خلونا نتابع التفاصيل بالتقرير التالي. العمل الخيري يعود إلى واجهة نشاطات وفعاليات جمعية أيادينا عبر بازار خيري في فندق ميرامار في اللاذقية، ليعود ريعه لصندوق دعم المرضى والأطفال ومشاريع تمكين المرأة والتعليم. طبعا اليوم افتتحنا بازار يا هلا بالصيف اللي قامت بجمعية أيادينا الخيري، وهي قامت بالتنظيم
طبعا كان في معروضات وخاصة للأعمال اليدوية، بيساهم بتصريف المنتجات اليدوية، وأيضا ريع هذا المعرض يعود إلى الأطفال لإجراء عمليات للأطفال وخاصة أطفال السرطان. بازار أول شيء مثل ما شفتي هو طعم متنوعة، كلها في أعمال يدوية، في شغلات. هو هدفه للبازار هدفه كبير أكثر من شكله يمكن. أولا الهدف أهم شيء طبعا أكيد إضافة لصندوق دخله، صندوق الدعم، صندوق الجمعية مشان العمليات الجراحية للأطفال وتمكين المرأة. يضم البازار منتجات وسلع متنوعة إضافة إلى أعمال يدوية وفنية وتراثية. حبينا نشارك بازار أيادينا منشان دعم الأطفال بالمحتاجين للعمليات الجراحية. منتجاتنا كلها معروفة، صناعة سورية يدوية طبية. في عنا مجموعة واسعة من الصابون، من الشامبويات، السبلاشات، الغسول، الهدايا، المناسبات للأعراس، البابي. بنحاول نغطي كل المناسبات اللي بتمر علينا. حبيت شارك بهيدا المعرض كرمال يعني روج لمنتجاتي وساعد الجمعية بأنه يعني يقدروا يساعدوا الأطفال المرضى ويعملوا عمليات لقلون. حبيت شارك بهالمعرض لحتى نعلم الناس أنه لازم يعتنوا بحالهم، لازم يحبوا حالهم، حاجة عم ضحي لجوازنا ولولادنا ولأهالينا، بدنا نحب حالنا بالأخير، لأنه إذا راحت صحتنا وراحت نفسيتنا راح كل شيء. طبعا هون هدف البازار هون اني مشان ندعم الجمعيه، فتحت هي عيادات طبيه هلا عن جديد، فبدنا ندعم الاطفال كذا، في كثير اطفال ما قادرين يعملوا عمليات فعم ندعمهم. بازار يا هلا بالصيف الخيري تخطو من خلاله جمعيه ايادينا بشكل ايجابي لتعزيز التكافل الاجتماعي في ابهى صوره. رح نبقى نور باللاذقية وتحديدا بجبلة يلي عم تشهد فعاليات أيام ملتقى جبلة للفنون التشكيلية برعاية وزارة الثقافة ومديرية الفنون الجميلة وبالتعاون مع وزارة السياحة وصالة الفنون يلي انطلقت ب 10 حزيران ومستمرة ل 17 حزيران من هذا الشهر تحت عنوان الفنون عتبة لتجاوز الآلام. لنتعرف أكثر تفاصيل عن هذا المهرجان الفني صار معنا عبر اتصال هاتفي الفنان التشكيلي الأستاذ بديع جحجاح. يسعد صباحك أستاذ. يسعد صباحكم من أهلا وسهلا. جبلة العظيمة بسلمك خليك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أستاذ بديع. أنت من أهل البيت بس دائما معك مفاجآت جديدة ودائما الفنون التشكيلية اليوم في دائما شيء جديد. خلينا نحكي عن ملتقى جبلة، بنعرف قديش كانت مبارحة في أجواء حلوة، أجواء موسيقية. خلينا نحكي عن هيدا الملتقى وأجواء وحتى عنوانه ملفت اليوم لما نحكي عن الفنون وأثرها بحياتنا وشخصيتنا وبالمجتمع بشكل عام. صباح الخير جميعا. أنا عم بحكي معكم من الأبعد التاريخي الروماني لمسرح جبلة المعروف، ومثل ما بتعرفي إنه هو حقيقة خط للملتقيات، يعني يبدأ من جبلة وبتوقع يعني تستمر باتجاه حلب وشبرات وبعض الأماكن الأخرى. الغاية منه إنه مثل ما بتعرفي اليوم إحنا اخترنا موقع المسرح وقت بتطفي الضوء على الناس، بتوحدوا الناس في الطوائف والأحياد والأفكار، فبيبقى مسرح الحياة يستمتع للجميع. لذلك قلنا انه دائما الفن هو عتبة جميلة لحتى يكونوا الناس تثقي ببعضها. ميزة هذا الملتقى انه هو تمازج ما بين مجموعة كبيرة من الأجيال، يعني يبدأ من 70 عام وإلى 9 سنوات بتلاقي زوار ومحيطين، حتى المرحبين فينا كفنانين من حالي جبلة، يعني استاذ الموسيقي استاذ احمد علي، استاذ عبد الرحميه، استاذ عامر علي، يعني في مجموعه كبيره تفاعلت بشكل اكيد. تحيه لهم كلهم اكيد. ايه الله يسلمك ويحفظك. لذلك انا بظن انه هذه الملتقيات لازم تكون عدوى كل محافظاتنا السوريه الكبيره، وان شاء الله الله يبعدها كلها عن الكوارث، خاصه الكارثه الاخيره بالذات. فبالتالي يعني اتفقنا مع 17 فنان
برعاية الثقافة مذكورة باسم لبنان نوح حقيقة برؤية استراتيجية ورؤية واسعة وعظيمة. وزارة السياحة كمان مشكورة جدا، هي شريك مهم، مديرية الفنون هي القائم بهذا المشروع، والفنون هي نوع من صديق الجميع. بتعرف نحن هيك بنحاول نكون عرق للطبق يعني دائم بتواجد مع الناس، نعمل شوية مخططات لحتى نعود من سوريا ولاد. أكيد. ويعني باختصار بندعيكم نحن تيجوا لعنا يعني إن شاء الله كل الفريق وحتى اللي عم يسمعونا اليوم، أهلا وسهلا فيكم. نحن مستمرين حتى يوم السبت، يعني حفلة الساعة 6 المساء على مسرح المدرج، ومعرض بيضم مجموع اللوحة زائد لحسن معرض ستطرح الأعمال هذه للاقتناء والبيع وتمنح للمتضررين الزلزال. تمام استاذ بديع، يعني لفتني بصراحه عنوان الملتقى. نحن كثير عم نمر يمكن بمشاكل بصعوبات، وخصوصا مؤخرا الزلزال يلي يمكن له علاقه بالملتقى يلي عملتوه. سبت رح نحكي يمكن في حفل ختامي توضح لنا عنه اكثر، وهل ممكن انتم بلشتوا بهذا الملتقى بجبله؟ هل رح يكون بباقي المحافظات يلي فعلا تضررت بالزلزال ان كان بحلب او غيره؟ لا، بكل الاحوال خليني اقول لك انه حفل الختام راح يقدمه فرقه النلاتيه، هيجوا على الضفه على المسرح كورال مهم للاستاذ معروف احمد عجان. لذلك اكيد هو نحن الفكره بدات وستستمر، والعنوان اللي حضرتك لافت هي فعلا هي عتبة للتجاوز، ليست ألم فقط وإنما ألم النفسية اليوم، العتب الروحي بألم كل سوريا من أثر الحرب والمؤامرات والاقتصاد. فنحن بحاجة بهذه الابتسامة اللي ممكن هيك للحظة نسيتي وتنسك لضفة من الحلم أو ضفة من التأمل. لذلك هي تحية لأهلنا الصابرين حقيقة بكل مكان، تحية لي كل الناس عندهم إيمان بالقادم، ربما مع بعضنا رح يكون أجمل وأقوى وألطف. بتعرفي في جبلة هي هذا المكان الأثري، هي مكان لل اسمه الجبالة. الجبالة الجبالة هي بتقول يعني الأقرب لله باللغة السورية، يعني اللغة القديمة، اللغة السورية القديمة. فلذلك هي نحن سوريا بكليتها وين ما كان يصدر الثقافه والفن والجمال بكل طوائفه وتعدديته، نحن الغايه انه نرتقي بانساننا السوري الى عاطفته الكونيه. بصراحه السوري ما بيحده لا دين ولا طائفه ولا مله، بصراحه سوري لحاله هي تكتن الداخله كل هذا القلق الانساني التاريخي والحالي والقادم. أكيد، ويمكن أكبر مثال على ذلك ملتقى جبل الفنون التشكيلية والفنانين الموجودين والمشاركين، لأنه نعرف نحن يعني خرجنا من كارثة إنسانية، وكان الحصة الأكبر لمحافظة اللاذقية وحلب. فأكيد هي الصورة اللي نحن دائما بنصدرها للخارج رغم كل الظروف ورغم سنوات الحرب. بالختام كلمة أخيرة أستاذ بديع حابب توجهها لكل الفنانين التشكيليين والقائمين معكم ولصالتكم الكريمة، اللي اساسا هي ما بتوقف معارض فنيه رغم كل الظروف. نحن بنعرف اليوم اذا بدنا نقول الفن ما بيطعمي خبز، بس بنعرف قديش له اثر كثير كبير على المجتمع من خلال تنشئه فعليا جيل سليم نفسي بياثر بشخصيته. للامانه بالاضافه لكلامك، بس بدنا نلغي فكره انه الفن ما بيطعمي خبز. للامانه الفن مو بيطعمي خبز بس، يعني بيخلق ضفاف للغنى والاستثمار في واسعة. وهذا الجانب اللي عم نحكي عنه خلال لقائنا. انا بدي الفت نظر كل الناس حتى بمسابقتنا الوان وافكار، يزارونا الاولاد، يزارونا الاساتذه، تحيه لإلهم. اليوم كثير مهم انه نفهم انه البعد الفني له بعد نفسي صحيح وبعد نفسي على المستوى الروحي، زائد بعد استثماري على المستوى الاستراتيجي. لذلك تلاقي متاحف العالم، مبيعات العالم، مزادات العالم تتم على اعمال فنيه بملايين الدولارات. هذا ليس عبثا اطلاقا ولا فوضى. صح. هذه حقائق كثير مهمه على الجميع انه يدركها ويهتم فيها على مستوى عالي. والفن اساسا اثبتت كل الدراسات قديش فعليا بيعالج اليوم كثير من الناس والاطفال
بيلو أثر كتير جميل على الشخصية وعلى المجتمع، لهيك نحن فعليا برحلاتنا الصباحية بنركز على الجوانب الفنية والثقافية خصوصا في الظروف اللي عم نعيشها. شكرا كتير لك أستاذ بديع. بس خليني أختم الكلمة، نحن نقول عسى بدي تجاوز الآلام، وأنا بتبشر صحيح أنه نحن قادرين على تجاوز هذه الآلام بإذن الله. صحيح أكيد. بالختام بدنا نتشكرك كثير أستاذ بديع، وبدنا نتمنى لكم كل التوفيق بأعمالكم القادمة. شكرا جزيلا، شكرا لكم جميعا. شكرا لك أستاذ. أما هلا مشاهدينا بننتقل لمحافظة حلب لفعالية أهلية أقيمت لتقديم الاستشارات الطبية المجانية في زراعة الشعر. خلنا نتابع التفاصيل مع مراسلنا مصطفى كوسا. مبادرة مجتمعية في محافظة حلب لتقديم خدمات استشارية مجانية حول زراعة الشعر وأحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال، قدم من خلالها اختصاصيون من المجتمع خلال يومين شرحا مفصلا عن هذه الزراعة بهدف توفير الجهد والمال على الأهالي. نقدم خدمات استشارية حول زراعة الشعر وكل ما يتعلق بحيثيات زراعة الشعر، خدمات طبعا ومعاينات مجانية مشان أهلنا بحلب ما يتكلفوا عناء السفر، وعم يجينا اتصالات كتير واستفسارات كتير، فحبينا نتواجد مع أهلنا لمدة يومين نجاوب على كل استفساراتهم. المبادرة اليوم اللي عم نعملها حاليا بحلب هي مبادرة لأي حدا مواطن ممكن حلبي نقدم له هي الاستشارة بطريقة مجانية، لأنه كتير عم نلاحظ أنه في عالم مجرد فكرة أنه زراعة الشعر أنا بسافر لبرا، لا، نحن عندنا هون احدث التقنيات بقمه الاهتمام وبكوادر وطنيه سوريه قادره تقدم له الخدمه باعلى جوده وبافضل التقنيات والخدمات. المبادره لاقت تفاعلا كبيرا من المهتمين والراغبين باجراء الفحوصات، كون الاختصاصيين يعتبرون من اهم الكوادر العامله بهذا المجال. هي المعلومات بحاجه ل توضيح، بحاجة لنشر وعي. نحن اليوم عم ننشر الوعي بأنه في زراعة شعر، في زراعة شعر بأيادي سورية بخبرات سورية، هي تعلمت برا سوريا بس رجعت لسوريا لحتى يكون مثل وفاء دين للبلد. نحن عم نأهل كوادر سورية، أطباء وممرضين ومساعدين جراحين، عم نأهلهم لحتى يكونوا هنا قادرين. نحاول قدر الإمكان نشوف أكبر عدد ممكن من الناس نقدر نتواصل معهم، نقدم لهم الخدمة اللي نحن بنقدر يعني نقدم لهم اياهم، فاجينا نحن حبينا نجي نقدم لهم لو خدمه بسيطه من اجراء المعاينات، وحتى يمكن في عمليات هلا ان شاء الله حتكون باجراءها بحلب. يعتبر علم زراعه الشعر من المجالات التي حقق فيها المختصون السوريون خطوات مميزه على مستوى العالم، واستطاعوا منافسه اقوى الخبرات العالميه. مصطفى كوسا، الاخباريه السوريه، حلب الشهباء. ومحطتنا الأخيرة مشاهدينا للفن، ودائما بمحطاتنا الصباحية بنحاول نسلط الضوء على مواهب شبابية مميزة تركت بصمة وانطباع خاص بمختلف مجالات الحياة. اليوم نور رح نحكي أكثر بعالم التمثيل وخصوصا الأدوار الثانوية. اليوم لما بدنا نتابع أي مسلسل بتقولي مين البطل، فورا نلجأ نسأل عن البطل، ما ننسى أنه في أدوار ثانوية، في أشخاص عم يضاهوا البطولة بالعمل، ودائما يمكن منقول أنه نجاح العمل عمل بيتوقف على كامل فريق صحيح العمل. وهيدا في ظلم كتير كبير لكل أكيد. الممثلين اللي بياخدوا أدوار ثانوية، لأنه العمل ما بيكمل بالمجمل دون وجود هذا الممثل أو الفنان، ويمكن تسليط الضوء عليهم عم يكون أساساً منه كبير. أكيد. عم يكون تسليط الضوء أساساً على أبطال العمل، الشركة المنتجة، المخرج. في ظلم لكل ممثل يقوم بالأدوار الثانوية. يمكن اليوم حتى هيدا ناقوس خضر، أو يمكن عم نركز لحتى الناس أو المنتجين أو الشركات تنتبه شوي لهيدا التفصيل، لأنه حتى الأجور المادية تختلف من ممثل إن كان ممثل ثانوي أو ممثل بطل، يعني حتى هون الأجور بتلعب دور، فكمان صحيح. بتأثر بالإنتاج الفني. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر معنا الفنان إياد أحمد، ممثل أدوار ثانوية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، صباح الأمل، وشكرا جزيلا لأنكم اهتميتوا بهذا الموضوع كثير. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. بداية خبرنا عن طريقك بالفن. طريق الفن هو ينشق إلى شقين، يعني ممكن يكون من الصغر كحب وشغف، وممكن يكون صدفة. فلا، أنا كان عندي اهتمام مطلق بهذا الموضوع واشتغلت عليه، ولكن اتأخرت
ما راح اقول اني وصلت يعني، بس ان شاء الله للامام بكون احسن بكثير ان شاء الله، وبتمنى هيدا الشيء. خلينا نحكي لما نقول ممثل دور ثانوي، نعم بيكون في ظلم حتى باللفظ لما اقول دور ثانوي، يعني ان بدنا نبلش يعني من كان من تسليط الضوء لتعامل الشركه المنتجه من خلال الاجور لحتى التسويق له حتى الشهره والمعرفه، ونحن بنعرف انه العمل الفني ما بيكمل لولا وجود يعني كل القائمين على هيدا العمل. في ظلم قديش بتحس اليوم لهيدا الممثل؟ هذا الظلم موجود فعلا، لانه الدور الثانوي بيعتبروه مهمش، ولكن هو له اثر كبير وله عمل كبير. الدور الثانوي ممكن يقدم معلومة جديدة، هالمعلومة ممكن تنتقل بالممثل من حال إلى حال، صحيح. فممكن يكون هذا الممثل الدور الثانوي طبيب، وممكن يكون البطل مريض، فرح يحتاج الطبيب، وهذا الطبيب يمكن يخبره أنه هو بحالة مطر خطير، مرض خطير. فشوفي شو ردة فعل هون الممثل، رح تكون بالانهزام بالاستسلام، بأنه يكون رجل شرير يتحول لخير لأنه بسبب دنو أجره. فإذا هون الدور الثانوي شو عمل؟ كان في له حلقة وصل ونقل، نقل كبيرة بردة فعل الممثل البطل. طيب النقاط الأخرى لازم يعني تسليط الضوء بهذا الشأن. هي عم نحكي عن الشق الفني، النقاط الأخرى إن كان مثلا بتسليط الضوء عليه فنيا من خلال الشهرة أو التعامل أو الشركة المنتجة أو حتى الأجور المادية. هل في تقصير بالاجور الماديه، وفي تقصير كثير بالاهتمام، يعني راح من باب الدعابه، يعني وقت اللي بيحتفلوا بنهايه المسلسل بدهم يقطعوا قالب جاتو او شيء، فنحن حتى بهي مهمه شيء، عرفتي كيف؟ تمام، يعني مثل ما عم نشوف على الشاشه عم يتم تكريمك من مجله عراقيه، خبرنا اكثر عن هذا التكريم، قديش بيعني لك اليوم، قديش بضيف لك على الصعيد الشخصي والعملي؟ طبعا التكريم المعنوي كثير جميل، وكثير حاله مهمه بحياه الطموح. هذا التكريم كان من قبل مجله عراقيه عملت معي لقاء، طبعا هي مجله ورقيه موجوده بالعراق واحدثت من جديد بسوريا. فكان الاحتفال بالذكرى السنويه الثانيه لهم بسوريا بدمشق، ومن خلالها تم دعوتي لتكريمي، وكان كثير شعور جميل اني انا اكرم من هالمجله هي. وكنت بتمنى اتكرم كمان مثل ما حكيتوا بموضوع التهميش، اني اتكرم هون ببلدي الحبيب ان شاء الله قريبا. ان شاء الله بنتمنى. خلينا نحكي عن اذا غنى القدر، تمثيليه اذاعيه من تاليفك، خلينا نحكي عنها، وعنوانها ملفت، يعني شو المضمون؟ حلو حلو. نحن نعرف انه الاغنيه ممكن تاخذنا لمكان يفرحنا، وممكن تاخذنا لمكان يبكينا، صحيح. والقدر كذلك الامر، ممكن يرفعنا ممكن ينزلنا، فممكن يبكينا ممكن يفرحنا، فكيف اذا غنى القدر مع بعض؟ فهي كانت تلامس فحوى موضوع التمثيل، كانت تاخذ جانب الفرح وجانب الحزن. تمام. اياد، شاركت باعمال تمثيليه خلال شهر رمضان، يمكن كان لك وجود بمسلسل الزند، خلينا نوضح اكثر عن هيدا العمل. كان هي مشاركه شحيحه شوي، ولكن مهمه ممتعه، بجانب ابطال كثير. شو كان دورك بالمسلسل؟ خلينا نوضح. كنت بدور معاون القاضي، يلي راح يكون يقرا البيان بالحصول على الاراضي بطريقه كثير بشعه، ظلم. فكانت مشاركتي بهذا المشهد كثير حلوه، وبعتز فيها جدا. والعمل لجانب قامه فنيه كبيره، يمكن انا الممثل انس طياره كمان، قديش الاستاذ انس كثير حالي ايجابيه، كثير انسان ممكن تكوني معه بكافه القدرات الكامله يعني. فهو يقدم لي كثير كمان حالي من الطاقه الايجابيه، وساعدني أن يكون فعلا معاون القاضي يلي جاي ياخذ الاراضي بالاضافه ل البطل. طيب إذا بنرجع لنحكي عن ممثل الأدوار الثانوية اليوم، شو اللي بينقص دعم الممثلين بالأدوار الثانوية؟ يعني لخليهم فعليا مو يتصدروا المشهد، يكونوا شريكين بهيدا المشهد الفني. بدها جرأة التبني، أنه حدا يتبنى ويراهن عليه، وبده فرصة بالحصول، لأنه هي مشاهد الأدوار الثانوية هي مشاهد شحيحة، يعني لا تتجاوز 4-5 مشاهد أو شيء، فما بيكون عنده الممثل الأدوار الثانوية هالمساحة الكبيرة لحتى يمكن يعطي كل قدراته.
ولكن إذا زكي الممثل الأدوار الثانوية يستغل كل ثانية وكل لحظة بالمشهد وبيسخر فيها كل قدراته لحتى يقدر يقنع المخرج أنه أنا موجود. هي مسؤولية مين؟ الشركة المنتجة ولا المخرج؟ لا مسؤولية أول شيء الممثل لأنه صدقيني المخرج ولا الشركة بدها حدا يكون شاطر أو عنده طموح. تمام. يعني مؤخرا بأي عمل درامي أو أي مسلسل عم نشوف أنه البطولة ما عاد عم توقف عند شخص معين، عم نشوف شخصيات مهمة عم تقبل تأخذ أدوار ثانوية. قدي هون مهم دور المخرج بتوزيع المهام بشكل صحيح، بتسليط الضوء على كل دور ممثل. الأمر بيتوقف على نوع المشهد، هل المشهد قوي ولا لا، هل المشهد بيحتاج لممثل قوي ولا لا. ممكن يكون فعلا نحن منضيع، يعني ما عاد نعرف مين البطل لما يكون موجود اكثر من شخصيه. كثير حالي جمالي اللي حكيتيه. اها تمام. كثير حالي انه الاشتراك بالبطوله بدون نحن ما نعرف ونشوف هذا الشيء بالعمل كثير حالي ايجابيه. اكيد. طيب استاذ اياد، خلينا نحكي، يعني اكيد انت بتحضر اعمال كثير من زمان، خلينا نحكي عن عمل ممكن يكون اثر فيك، تابعته او شاركت فيه بتحس فعليا اثر فيك فنيا. أكثر عمل هو كان مسلسل فوضى للمخرج سمير حسين، بوجه له كل التحية. فعلا اهتم بتفاصيل معي، يعني هو المشهد خلاني أبرز كثير من قدراتي، وفحنا بالتصوير في شيء اسمه كلوز، فأعطاني كلوز صح، أعطاني أنه أنا استمتع أنه أنا موجود، ما همشني أو أخذني من زاوية أخرى بعيدة، أنه أنا عبارة عن أداة تستخدم لأداة المشهد هذا وأمشي. لا، خلاني أشعر أنه فعلاً أنه أنا جاي لحتى أكون ممثل. يعني كمان كان لك مشاركات بشهر رمضان غير الزنت؟ طبعاً كان في عندنا مال القبان، بس ما بعرف إذا ممكن عرض. في عندنا مال القبان بعد لسه، مع المخرجة رشا شربتجي، مربى العز. تمام. هون بدي اسالك، يعني بهذا المسلسل شفنا كمان في وجود للاطفال، في ربما هدول الادوار اللي ادوها هدول الاطفال قديش كمان عملت نقله مهمه، يعني اخذوا كمان مثل دور الابطال واكثر كثير. يعني عمليا مؤخرا احدثت كثير معاهد تختص بهذا الموضوع وعم تقبل الاعمار الصغيره، لانه كثير جميل انه يكون الموضوع من الصغر ويحب وشغف من الصغر. مثل ما بتعرفي العمل، مثل ما حكت الأخت العزيزة، أنه بحاجة لكل الأعمار، بحاجة لكل المستويات، بحاجة لكل الأشكال. صحيح. يعني مو بس للجميل، كمان اللي عنده مشكلة بشكله واللي عنده مشكلة صحية بجسمه ممكن يستفاد منه العمل. صحيح. أكيد. طيب بالختام، في كلمة حابب تضيفها أو توجهها بما يخص الفنانين أصحاب الأدوار الثانوية لشركات الإنتاج، لنظرة أساساً المجتمع، لطريقة التعاطي معهم فنياً تكون مختلفة في المستقبل؟ أكيد بتمنى أنه يهتموا فينا كثير من نواحي المعنوية أكثر من المادية بتواجدنا خلال العمل، بينقصنا شوية اهتمام. ونحن بنوجه لهم الشكر بكافة الأحوال، لأنه عم يخلقوا لنا فرص لنشتغل ونحقق شيء نحن نطمح له. لذلك أنا أقول كلمتي، يعني أجمل شيء بالحياة أنه الحياة تسمح له للشخص يشتغل لمرة واحدة شغلة هو بيحبها ما تفرضها عليه. أكيد. نتمنى تحصلوا على الاهتمام فعلياً اللي بتستحقوه. بالختام أكيد شكراً. شكراً للإخبارية، طول عمركم انتم ما بتقصروا مع حدا. شكرا. والدليل انه انا موجود معكم اليوم. كلك ذوق، يعني فعلا بنتمنى لك التكريم بالايام القادمه. ان شاء الله يا رب. انا بحد ذاتي وجودي معكم تكريم. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك. شكرا. وهيك شكرا. نور بيكون خلص مشوارنا الصباحي، بدي اتشكرك وبقيه نهار حلو لك، وشكرا لكل متابعي الاخباريه السوريه، وشكرا لكل القائمين على برنامج صباحنا غير. بقيه نهار يحملكم كل الخير والصحه وراحه البال. لا تنسوا تتابعونا بكره بنفس التوقيت، ومن هلأ لبكرة تبقوا بألف خير. باي باي. رحلتنا الصباحية وصلت للختام، أكيد حاولنا خلال ساعة وشوي من الوقت نقدم لكم معلومة مفيدة. بالختام مثل ما بلشنا رحلتنا الصباحية، بنتمنى هنهار يحملكم الخير والبركة والانفراج والرزق الكتير لكل الناس. باي باي.